نظمت مصالح أمن ولاية قسنطينة ممثلة في الأمن الحضري العاشر رفقة عناصر من المصلحة الولائية للأمن العمومي والمصلحة الولائية للشرطة العامة بمعية المصالح المختصة لمصالح قمع الغش بمديرية التجارة ومصالح البيطرة خرجة ميدانية تم خلالها القيام بعملية مراقبة مكثفة للعديد من المحلات التجارية الناشطة في بيع اللحوم البيضاء بوسط المدينة بغية الحفاظ على الصحة العامة للمستهلك. العملية تم خلالها مراقبة وإتلاف كمية إجمالية قدرت ب 549 كيلوغرام كونها غير صالحة للاستهلاك البشري. مصالح أمن ولاية قسنطينة تبقى صاهرة رفقة المصالح المختصة على محاربة مثل هذه الظواهر السلبية، وتدعو المواطنين للانتباه أثناء اختناء مختلف المواد الاستهلاكية حفاظا على صحتهم والحرص على اختنائها من مصادر معلومة وخاضعة للرقابة من قبل المختصين.